هلا فيكم حلقة جديدة من أنت وش أنت. شخصيتنا الحلقة الماضية كانت تومي فيرسيتي من لعبة جراند ثيفت أوتو فايس سيتي، وهذه أسامي الأشخاص اللي جابوها. والحين خلونا نبدأ. تم صنعه من قبل شرير وكان تحت اختبار في فترة طويلة حتى يمر يحس بحاسيس البشر ويختبرها، وحتى يكبر ويصبح ملاك الموت مثل ما يسميه صانع. لكن في عمر 4 سنوات حصل عليه شخص ورباه حتى كبر، ولما كبر ما قدر يتذكر شيء من طفولته إلا شيء واحد بس، ضوء أزرق. وفي عمر 13 بدأ في رحلة البحث عن أصوله وكيف جال هذه الدنيا، واستغرقت رحلته مدة 2 سنين. تعرف خلالها على أشخاص كثيرين، وبالرغم أنه ما اكتشف شيء عن ماضيه، لكن اكتشف أن الوطن ما هو اللي انولد فيه، لكن اللي عاش فيه وتربى فيه. عشان كذا في سنة 1798 قرر أنه يرجع للشخص اللي رباه. ها، عرفتوا من هو الشخصية؟ إذا عرفتوا اكتبوا اسمه تحت في الكومنتس، وإن شاء الله يطلع اسمكم بالحلقة الجاية. وطبعا لا تنسونا باللايك والاشتراك والدعم، وانشروا الفيديوهات عشان الناس تاني يساعدكم بحل اللغز. يعطيكم العافية في المتابعة، كان معكم فهد الشيحة، مع السلامة.